لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في كتاب سنن أبي داود توقفنا عند تفريع صلاة السفر. تفريع صلاة السفر، قال أبو داود رحمه الله: باب صلاة المسافر، أي صلاة المسافر، أي أبواب صلاة السفر وما يتفرع عليها من المسائل والأحكام. قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعني عائشة رضي الله عنها تقول أن الصلاة في أول فرضها كانت ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، يعني ظلت في السفر كما هي. طبعا يستثنى من ذلك صلاة المغرب، فإنها وتر النهار، وتر النهار. فالصلاة في السفر ركعتين ركعتين فيما عدا المغرب، وأنها كانت كذلك في أول الإسلام، ثم زيدت بعد ذلك، حدث يعني في بعد ذلك زيادة في الصلاة. وهذا تدريج في كثير من التشريعات، يعني التشريعات تأتي في البداية على وجه يليق بحال الناس عند بداية التشريع، إما بضعفهم أو ضعف إيمانهم أو عدم فراغ وقتهم أو غير ذلك من الأمور. ثم تأتي هذه العبادات بعد ذلك، يأتي عليها شيء من الزيادة، كلما يعني توطد الإيمان زيادة في العبادات، أو أنها تأتي في البداية مشددة لتربية الأفراد ثم يخفف فيها بعد ذلك. يعني عبادة إما أن تسير إلى تخفيف، وإما أن تسير إلى نوع من التشديد، وده بحسب حال العباد. فالخمر مثلا في تحريمها مرت بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى تقبيح الخمر، والمرحلة الثانية تقييد الأوقات التي يمكن أن يشرب فيها تقليلها، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إن الآيات الأولى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فجاء الإيه؟ فهل أنتم منتهون كان في النهاية، وهو الامتناع. ففي البداية في تقبيح الخمر، مرحلة ثانية كانت في تقليل الوقت: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طبعا لا يسكر عشان يفوق بياخد وقت، فيسكر بعد العشاء إلى الفجر أو شيء من هذا. الأمر الثالث وهو المنع النهائي: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. الصلاة أيضا بدأت ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر. بدأت الصلاة إلى بيت المقدس، استقبال قبلة بيت المقدس، ثم تحولت القبلة إلى البيت الحرام، ودي لحكم شرعية، ده لحكم شرعية، وهو هذا التغيير في الأحكام هذا لحكمة شرعية، يعني وده مقدر في شرع الله سبحانه وتعالى وفي كتاب الله عز وجل، عندما كتب الله مقادير الخلق أن الحكم يكون كذا ثم يصبح كذا. ده بخلاف عقيدة البداء عند الشيعة. الشيعة عندهم عقيدة اسمها البداء، ودي تختلف عن عقيدة النسخ. النسخ عندنا أن الحكم بيجي حكم، إما أن ينسخ كليا يزال ويؤتى بحكم جديد، أو
يحدث له نسخ جزئي انه يخفف في العبادة او يشدد فيها او شيء من هذا. فالنسخ هو عبارة عن تعرض للحكم بالزيادة او النقصان او الازالة، بزيادة او نقصان او ايه او ازالة. لكن البداء عند الشيعة انهم يقولون ان الله يقضي بالقضاء ثم يبدو له ايه غيره فيقول به، وده فيه نسبة الجهل للإيه؟ لله، فيه نسبة الجهل لله سبحانه وتعالى، لأنه هو يقولون إن الله قال مثلا بكذا وبعدين بدأ له إن الكلام ده مش صح. هذه عقيدة البداء عند الإيه؟ عند الشيعة. عشان الشيعة بيقولوا إن البداء زي النسخ، لا، النسخ الله سبحانه وتعالى يقضي بالحكم ويقضي بالحكم الجديد في نفس الوقت في الكتابة. يعني كتب الله أن يكون الصلاة ركعتين ثم بعد ذلك تكون أربعة، ففي علم الله سبحانه وتعالى أنها تصير إلى أربعة. عند الشيعة لا، أن هو كانت ركعتين ثم بدأ له أن هو، ودي كانت بسبب إيه؟ بسبب أن جعفر الصادق وهو الإمام السادس عندهم، هم عندهم العقيدة من الأول أن الأئمة 12، وأن الولاية في الابن الكبير، الولاية بتتنقل للابن الايه؟ للابن الكبير. فلما مات، لما كان جعفر الصادق هو الإمام السادس، كان عنده ولدين، عنده إسماعيل وعنده موسى، عنده إسماعيل وعنده ايه؟ موسى. إسماعيل هو الكبير، يبقى مين اللي يبقى له الولاية؟ إسماعيل. فمات إسماعيل في حياة أبيه، فبقت ورطة عقائدية هتهد العقيدة بتاعتهم في الأئمة الاثنى عشرية. فقالوا لا، إن الله قضى أن يكون إسماعيل هو الولي ثم بدأ له أن يجعلها في موسى، فنشأت عقيدة البداء عندهم عشان يخرجوا من المطب بتاع موت إسماعيل في حياة أبيه. فهم لما بيجوا يبرروا قدام أهل السنة اللي هم ممكن ما يعرفوش الأحكام، يقولوا لهم لا، ما البداء زي النسخ، ما ده تغير حكم. لا، الحكم عندنا أن الله يعلم قبل خلق الخلق وقبل تشريع التشريعات أن الحكم ينتقل من كذا إلى كذا، لكن هم عندهم لا، ده هو يفعله ثم يبدو له بعد ذلك، يبدو له أن الكلام ده مش صح، ان غيره افضل منه، انه كذا. فده في نسبه الجهل لله سبحانه وتعالى. نعم. فالصلاه فرضت ركعتين ثم زيدت في الحضر. الصيام برضو بدا بايه؟ كان وجوب صيام يوم عاشوراء، وبعدين جه وجوب صيام ايه؟ شهر رمضان. ثم كان في بدايه الصيام ان من شاء صام ومن شاء اطعم، يفطر ويطعم، ثم وجب الصيام بعد ذلك وجوبا، وجب الصيام وجوبا، وبقي الإطعام في مين؟ في الذي ليس له أياما يقضي فيها، كالمريض الزمن والمريض الزمن الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والحامل، والمرضع. فدول بقي فيهم الحكم اللي هو ايه؟ الافطار والاطعام، الافطار والاطعام، ونسخ في الباقي، ونسخ في الباقي، وصار ده لازم الصيام بقى لازم بعد كده. فكان في بدايه الصيام مثلا ان اللي ينام ساعه المغرب ما ياكلش لغايه تاني يوم، خلاص لازم يبقى صاحي ساعه وجوب الفطر، ساعه ايه؟ ده يبقى ايه؟ يبقى صاحي. ولو اكل ونام يبقى خلاص، لو صحى تاني ما ياكلش لغايه تاني يوم الايه؟ المغرب. وده نسخ: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم انتم لباس لهن. ما كانش فيه الجماع ده في الليل لمن نام، ان هو يجمعش في الليل. فقال: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله.
فالأحكام كانت في بداية التشريع بتراعي أحوال الناس، بتراعي أحوال الناس، بتدي الإمة قوية علشان تربي الناس وبعدين تخفف عنها. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يبقى سبب التخفيف وجود الإيه؟ وجود الضعف. قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج حاء، وحدثنا حشيش يعني ابن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. فقال عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فيعني كان الحكم في الأول أن الله سبحانه وتعالى قال في قصر الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلما الإسلام صار له قوة، صار الإسلام له قوة ومنعة وشوكة وما فيش حد هيقدر يفتن المؤمنين، فظنوا إن إيه؟ إن الإقصار علاقته بالإيه؟ بخوف الفتنة، أن القصر في السفر بسبب الإيه؟ الخوف من الفتنة. فقال عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة اللي هو تخفيف من الله سبحانه وتعالى على العباد، فاقبلوا من الله سبحانه وتعالى ذلك. طبعا هذا يدل على أن القصر يكون في الإيه؟ في السفر. السفر في حكمين في الصلاة، حكم القصر وحكم الإيه؟ الجمع. حكم القصر وحكم الجمع. القصر لازم، القصر إيه؟ لازم، لأن الحديث عائشة يقضي بإيه؟ بذلك. قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر، يبقى الصلاة في السفر إيه؟ ركعتين، ينفعش تبقى أربعة، ولا ما تنفعش تبقى أربعة. الصلاة في السفر ركعتين، أقرت في السفر وزيدت في الحضر. لكن الجمع يكون للحاجة، الجمع يكون للإيه؟ للحاجة. يعني لو الناس مسافرين وماشيين وقاطعين الطريق ممكن يأجلوا الإيه؟ الجمع، يؤجلوا الصلاة ويجمعوا، يأجلوا الصلاة ويجمعوا. لكن ناس نزلت في مكان واستراحت وهيقعدوا يوم كامل أو يومين كاملين في المكان ده، يبقى يستطيعون أن يصلوا كل صلاة في إيه؟ في وقته. عشان كده هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أما ذهب إلى منى، أما ذهب إلى منى صلى كل صلاة في وقتها قصرا، كل صلاة في وقتها قصرا. يبقى هنا صلى قصر لكن ما جمعش، صلى كل صلاة في وقتها. لما ذهب إلى عرفة جمع بين الظهر والعصر، لما نزل مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، لما راح لمنى بقى يصلي كل صلاة في إيه؟ في وقتها. ليه؟ لأنه استقر، إنه استقر، مع أنه بيقصر في دي وفي دي، يعني في اللي جمع فيها قصر واللي ما جمعش فيها إيه؟ قصر. يبقى القصر لازم، إنما الجمع يكون للإيه؟ للحاجة ما تحتاج الإنسان. وفي فرق بين الحاجة والضرورة، الحاجة أخف من الإيه؟ من الضرورة. الضرورة دي اللي تبيح الميتة، الضرورة اللي تبيح الإيه؟ الميتة، إن الإنسان لو ما عملش كده يهلك مثلا، دي بنسميها الإيه؟ الضرورة. الحاجة أخف من كده، الحاجة أخف من كده. فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم، اللي هو الخوف من فتنة الذين كفروا. فقال عجبت مما عجبت منه،
فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. واختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة، والتمام أفضل. فذهب إلى الأول الحنفية، وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابي في المعالم كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وقول علي وعمر وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن، وقال حماد بن أبي سليمان يعيد من يصلي في السفر أربعا، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، وده كله في إيه؟ في من لم يشتبه عليه السفر من الحضر. يعني أنتوا عارفين خلاف في مسافة القصر، ناس تقول 3 أميال 3 فراسخ، ناس يقولوا أبعد من ذلك يقول لك 86 كيلو كذا، ناس يقول لك لا ما يطلق عليه في العرف السفر فهو سفر ويتجهز له الإنسان تجهز المسافر، يبقى ده سفر طال أم قصر، طالت المدة أم قصرت، بدال إن هو معد إن ده سفر ومتجهز له تجهز المسافر يبقى ده إيه؟ يبقى ده سفر، ولأنه يطلق عليه في العرف سفر. فإذا اختلط على الإنسان إن ده سفر ولا مش سفر يرجح إيه؟ يرجح الحضر لأنه الأصل في الصلاة والصيام، إذا اختلط عليك السفر والحضر ترجح الإيه؟ ترجح الحضر. يعني يكمل ما يقصرش، إذا اختلف علي أنا كده مسافر ولا مش مسافر يبقى مش مسافر، لأن ده الإيه؟ الأصل، هنعمل بالأصل لغاية ما يتبين لو أنه هو مسافر. اختلطت عليه المسافة، المسافة دي مسافة قصر تبقى مش مسافة قصر، لغاية ما إيه يتبين لو أنه دي مسافة قصر، لأنه هيعمل بالأصل، الأصل أنه مش مسافر فسافر. هل هذا سفر ولا مش سفر؟ يبقى ده النشئ الجديد، هل تصحح النشئ الجديد ولا ما تصححش؟ يبقى نحمل على الأولاني. هو نيته ايه من الأول وهو ماشي؟ نيته ماشي انه هو مسافر، بس هذه ليست مسافة قصر، ليست مسافة سفر. فإذا اختلط عليه ان هو هل ده سفر ولا مش سفر يبقى في هذه الحالة ايه؟ يبقى في هذه الحالة ان هذا ليس بسفر ويحمل على الحضر، وده في كل العبادة. لو وجبت عليه الصلاة في السفر ثم أداها في الحضر يؤديها إيه؟ يؤديها كاملة. طب وجبت عليه في الحضر وأداها في السفر يراعي الحضر في كل الأحوال، يراعي فيه الإيه؟ يراعي فيه الحضر لأنه هو الأصل. مفهومة الحتة دي ولا؟ هو أصلا كده بنية إيه؟ مش مسافر وعقد عديته معاه ومسافر، طيب يبقى أصبح على سفر. كويس لو أنه هو ده، أنا دلوقتي رايح مثلا القاهرة، كويس، وطالع رايح القاهرة وعديت بيوت الايه، عديت العمرية ماشي اي حتة بقى، وانا مسافر رايح القاهرة كده اقصر من بعد العمرية علشان دي ما زالت البيوت متصلة، انت لازم تخرج وانت مسافر، تخرج من حيز العمران فمن اول ما تخرج من حيز العمران تقصر. طب انا دلوقتي رايح برج العرب وقايل انا مسافر برج العرب، طب انا بقول ان انا مسافر برج، طب هل برج العرب سفر؟ هل الناس بتتجهز تجهز المسافر وتقول احنا مسافرين برج العرب؟ يبقى انا نيتي دي مش مؤثره في العمل، يبقى انا نيتي دي مش مؤثره، يبقى ده مش ايه؟
مش سفر، يبقى ده مش ايه، مش سفر. يبقى بدل مش سفر يبقى بدل المسافه. ما المسافه، المسافه، المسافه من الحضر للبرج مش اصبحت مسافه سفر دي ولا ايه؟ ما المسافه السفر دي مختلف فيها، مختلف فيها. عشان كده بنقول ان هو ما يعده الناس في عرفهم سفر، ويتجهز له الانسان تجهز المسافر. يعني احنا كان زمان مثلا اللي رايح مثلا لغايه الدوار يقول لك مسافر وبتاع، ما تسافر على حمار واخد معاه عفش واخد اكل واخد شرب في الطريق وبتاع. دلوقتي مفيش، هيختلف بالوسيله برضه. لا مش بالوسيله، يعني انا مسافر السعوديه حتى ولو المسافه هي المعتبره، المسافه هي المعتبره وليس الوقت، مش المشقه. لا ولا المشقة. يقول على أن القصر هو الواجب في السفر، ده قول أكثر علماء السلف. يصلي منفرد يا شيخ؟ نعم يصلي منفرد. من يصلي جماعة هيصلي مع الإمام، هيصلي إذا صلى خلف إمام يتم، هيتم معاه. إذا صلى مأموم خلف إمام يتم، هيتم معاه. ماشي، هيقصر. وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد قال النووي أكثر العلماء. وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس قال ابن المنذر وقد أجمعوا لأنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب، فيش قصر في الصبح ولا في الايه في المغرب، لأن الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة. قال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، في كل سفر مباح. وذهب بعض إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة، وعن بعضهم كونه سفر طاعة. دي كلها خلافات بين أهل العلم، لكن الصحيح أنها صدقة تصدق الله بها على عباده، أنه في قصر في الإيه في السفر، بس السفر يكون سفر ايه مباح، يكون السفر سفر مباح. يعني واحد سافر لطلب العلم، سافر للتجارة، سافر للسياحة، سافر للحج، سافر للعمرة، كل ده سفر مباح. واحد سافر بقى عشان الزنا، علشان شرب الخمر، عشان جلب مخدرات، ده ما يقصرش، ما يتمتعش بالايه بهذه الرخصة، ما يتمتعش بهذه الرخصة، لأن سفره ده كان لا ينبغي له أن يسافره، كان يحرم هذا السفر، يحرم السفر لتجارة المخدرات، يحرم السفر للسكر والعربدة، هذا السفر محرم، هذا سفر محرم، وبالتالي ما يتمتعش بإيه بهذه الرخصة. إنما ده يكون في السفر الواجب زي الحج أو العمرة اللي هي حجة الإسلام، أو السفر للجهاد، أو السفر المباح، السفر الإيه المباح، زي السفر للترفه، السياحة، النظر في يعني خلق الله سبحانه وتعالى في البلاد، السفر للتجارة، السفر للتعلم، السفر للتطبب. يعني إنسان بيسافر بلد عشان في علاج في البلد التاني ده، بيروح بيسافر، كل ده سفر مباح، يقصر يتمتع بكل حاجه. انا رايح للترفه اقصر، طالما مباح خلاص ما بترتكبش حرام. يعني لا، عشان انت بتحمل السياحه على الشاطئ، السياحه الشاطئيه، لا في سياحه تانية، فسيحوا في الارض. نعم ده هو اللي بيجي في الصيف بيسافر مثلا الساحل الشمالي. لا احنا قلنا اي حاجه محرمه لا ما يتمتعش، انما السفر المباح فسيحه في الارض. الانسان مطلوب انه يسيح في الارض، يعني يمشي في الارض، ينظر في الاء، يتفكر في الاء الله سبحانه وتعالى وفي خلق الله ونعم الله واشياء من هذا. وفي لو جمع مع اهل البلد اللي هو راح للترفه في حاجه عليه، لو صلى مأموم يصلي، لو صلى مأموم هيصلي الصلاة كاملة، لو دخل لو صلى إمام
هيقصر. لا المأموم يتم، احنا قلنا المأموم يتم، ما هيسيبه ما يمشي. قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكر نحوه، يعني نحو هذا الحديث. قال أبو داود باب متى يقصر المسافر، متى يقصر المسافر. وفي صحيح البخاري باب في كم يقصر الصلاة. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، الميل تقريبا 3 كيلو، الميل العربي مش الميل الأمريكي. الميل الأمريكي اللي هو بتاع عداد السيارة ده متر وكيلو، كيلو ربع تقريبا، كيلو ربع. الميل العربي 3 كيلو، والفرسخ 3 أميال، والفرسخ 3 أميال. يعني لو احنا خدنا على الاحتياط في 3 فراسخ تبقى 27 كيلو تقريبا. هو يقول إذا خرج مسيرة 3 أميال اختلف في تقدير الميل، فقال في الفتح الميل هو من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري. وقيل أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري رجل هو أم امرأة أم ذاهب أو آت. قال النووي الميل 6000 ذراع، الميل 6000 ذراع. الذراع العربي برضو غير الذراع اللي موجود دلوقتي، الذراع العربي كان 46 سنتي، الذراع دلوقتي كام؟ 56، مش كده؟ 56 سنتي. إنما الذراع العربي كان 46 سنتي، فهو الميل كان 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معترضة معتدلة. قال الحافظ وهذا الذي قال هو الأشهر، ومنهم من عبر عن ذلك ب12000 قدم بقدم الإنسان، 12000 قدم بقدم الإنسان. القدم اللي هو في المقياس ده حوالي كم؟ 30 سنتي. القدم 30 سنتي، القدم 30 سنتي اللي هو 12 بوصة، 12 بوصة. هو قال الحافظ وهذا هو الأشهر، ومنهم من عبر عن ذلك ب12000 قدم بقدم الإنسان، وقيل هو 4000 ذراع، وقيل 3000 ذراع، وقيل 500، وصححه ابن عبد البر، وقيل 1000 ذراع، ومنهم من عبر ذلك بأن عن ذلك ب1000 خطوة للجمل. قال ثم أن الذراع الذي ذكره النووي تحريره قد حرر غيره بذراع الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في القول المشهور 5000 ذراع و250 ذراعا. ده في الميل. هو ينقص الثمن في ان هو تقريبا الذراع اللي موجود دلوقتي 56 سنتي، هو القديم كان 46 سنتي. يعني لو قلنا حتى ان هو نص متر هيبقى 6000 ذراع، تبقى كام؟ يبقى 3000 متر اللي هي 3 كيلو. فالميل هو 3 كيلو، والفرسخ 3 اميال، يبقى كده كام؟ يبقى 27 كيلو تقريبا.
قال أبو داود حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ذي الحليفة يعني تبعد حوالي 6 كيلو تقريبا عن المدينة لكن العبرة هنا ان دي مش مسافة قصر لكن انت زي ما قلنا لو انت مسافر سفر قصر يبقى هتقصر من اول ما تفارق البنيان، يعني انت مش بعد ما تعدي 27 كيلو هتقصر لا، اول ما تفارق البنيان هتقصر الصلاة ليه؟ باعتبار ما انت ذاهب اليه، يعني انا رايح النقطة دي وادي العمران اهو، انا اول ما اطلع من العمران اقصر الصلاة باعتبار ما انا ذاهب اليه، لكن لو انا رايح الحتة دي مش هنقصر الصلاة، يعني لو رايح انا المنطقة دي مش هنقصر الصلاة، لكن لما انا رايح هنا لو جيت هنا اقصر الصلاة، من اول ما اجي هنا اقصر باعتبار ما انا ذاهب ايه اليه. لو اعتبرت ان احنا فرقنا العمران يبقى تقصر الصلاة. قال ابو داود حدثنا هارون باب الاذان في السفر قال ابو داود حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يعني هذا فيه الأذان في السفر، أنه يؤذن في السفر ويقيم للصلاة في السفر. فيقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، الشظية يعني حتة صخرة كده متعلقة في الجبل، يعني هي الجبل كده وفي حتة صخرة متعلقة فيه كده، يعني طلع منه من الجبل، هو في رأس الشظية دي ويؤذن ويقيم، معنى ان هو في مكان لا يصل اليه احد ولا يسمعه احد ولكن يؤذن ويقيم، يعمل كده ليه؟ يخاف مني، ربنا سبحانه وتعالى يقول يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنه، وده بعيد عن الرياء والسمعه وهذه الاشياء. وقيل انه اذا اذن واقام تصلي الملائكه معه ويحصل له ثواب الجماعه، والله اعلم. قال أبو داود باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت يعني هل جاء وقت الصلاة أم لا، فلا اعتبار لشكه وإنما الاعتماد في معرفة الأوقات على الإمام، فإن تيقن الإمام على مجيء الوقت فلا يعتبر بشك بعض الأتباع، يعني الإمام اللي موجود هو أعلمهم، أعلم الناس بالأحكام الشرعية فإذا الإمام قال دخل الوقت يبقى الناس كلها تصلي معاه، ما فيش اعتبار بشك أحدهم طالما أنهم يثقون في إيه؟ في علمه ودرايته، يكون عنده علم وعنده دراية بدخول الأوقات. طب لو الواحد لوحده وشك في دخول الوقت يبقى الأصل عدم دخول الوقت إلى أن يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه دخول الوقت، لكن إذا شك يبقى الأصل عدم دخول الإيه؟ الوقت، لأن الوقت لسه ما جاش. إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلى يبقى صلاته إيه؟ صحيحة.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن المسحاج بن موسى قال قلت لأنس بن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل فقلنا زالت الشمس أو لم تزل يعني الشمس أي لم يتيقن أنس وغير بزوال الشمس ولا بعدمه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أعرف الناس للأوقات فلا يصلي الظهر إلا بعد الزوال وفيه دليل إلى مبادرة صلاة الظهر بعد الزوال معا من غير تأخير والحديث هذا إسناده حسن يعني الإمام هو كان أعرف اللي هو الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف فيقول زالت الشمس أو لم تزل زوال الشمس هو تحول الشمس عن كبد السماء ويدخل بها صلاة الإيه؟ الظهر فما بيعتبرش بكلام الناس ده يقول زال ده ما يقول زال هو بيصلي بيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعرف بدخول الإيه؟ بدخول الوقت قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائذي رجل بني ضبة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار وإن كان بنصف النهار يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل في مكان الصبح ما يمشيش منه إلا ما يصلي الإيه؟ الظهر ويجمع بين الظهر والعصر لكن إذا كان يعني الأمر ده ما نزلش بعد الظهر يؤخر إلى الإيه؟ إلى العصر فيجمع جمع تأخير يبقى إذا كان نازل ما يمشيش إلا لما يصلي الظهر والعصر جمع أما إذا كان ماشي فينزل بعد العصر فيصلي العصر الظهر والعصر جمع إيه؟ تأخير باب الجمع بين الصلاتين قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا فهذا فيه الجمع في الايه في السفر والجمع في السفر يكون للحاجه طالما ان الانسان ماشي في طريقه يجمع اما اذا استقر وهيستقر مده يبقى مو يصلي كل صلاه في وقتها باب قال ابو داود حدثنا سليمان ابن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر استصرخ على صفيه وهو بمكه فصار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فصار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما يعني الشفق اللي هو الشفق الأحمر وده غيابه يعني دخول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر يعني دخول وقت العشاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متكلفا يعني بيعمل الأشياء ببساطة يعني لو مثلا لابس الخف ما يقلعهوش لو خلع الخف ما يلبسهوش عشان يصلي بيه ما يتكلفش حاجة صلى الله عليه وسلم في الأمر نازل يجمع جمع تقديم ماشي يأخر ويجمع جمع تأخير الأشياء العبادات بيأديها بإيه؟ بنوع من السلاسة والبساطة قال أبو داود حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حدثنا المفضل ابن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر أخر الظهر حتى ينزل للعصر
وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نازل في مكان ومشى قبل الظهر، قبل صلاة الظهر، يبقى يأخرها لأخر لغاية دخول وقت العصر فينزل فيصلي للظهر والعصر. وإذا كان حيمشي بعد الظهر، بعد الظهر يبقى صلي الظهر والعصر جمع تقديم، صلي الظهر والعصر جمع تقديم. وكذلك في المغرب إذا مشى قبل المغرب يبقى يأخر لبعد العشاء ويصلي جمع تأخير، إذا مشى بعد المغرب يبقى يصلي إيه؟ يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. بالنسبة للشراب الجو، أنا متوضي بيه كويس، خلعته بعد كده ينفع أصلي العصر؟ صلي. قال أبو داود حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودة عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة، وهذا إسناد ضعيف. قال أبو داود وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر أنه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة أن استصرخ على صفية. وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين، والحديث ضعيف. قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. يمكن أن يصلي في الحضر، يجمع في الحضر، لكن الجمع في الحضر يكون مثلا لمرض أو لمطر، لمرض أو لمطر، ويجوز الجمع في الحضر بغير حاجة، ولكن لا يكون على الندرة وليس على الدوام للحاجة، لحاجة الإنسان، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة لغير عذر ولا مطر كما قال ابن عباس. وأما إذا كان في مطر شديد ويمنع الناس يكون هناك مشقة، فيمكن للإمام أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تخفيفا على الناس علشان يخفف على الناس في المطر. وممكن للمريض أن يجمع بين الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة أن تجمعي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالمريض ممكن يجمع بين الصلوات وهو في الحضر، لكن الجمع في الحضر يكون جمع تمام، يكون جمع إيه؟ تمام، 8 و7 يعني 4 و4 و3 و4 اللي هو المغرب والإيه؟ والعشاء. يبقى الظهر والعصر 4 و4 دول 8، والمغرب والعشاء 3 و4 يبقى دول إيه؟ 7. يبقى يجمع إيه؟ بين المغرب، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ممكن لمطر، ممكن لمرض، ممكن إيه؟ للحاجة مثلا إن يكون لغير عذر أو مرض، وده في الحضر، ده في الإيه؟ في الحضر. أما في السفر فيجمع فيه كل السفر، سواء كان في خوف أو مشقة أو ما فيش خوف أو إيه أو مشقة، لأن هكذا فرضت الإيه؟ الصلاة. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير، ورواه قرة ابن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. قال أبو داود حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلا إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني لو الناس احتاجوا لشيء من هذا ممكن يفعلوا، لكن يكون على سبيل الندرة وليس على المداومة.
قال أبو داود حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعته فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. ده الأشبه بالجمع الصوري إن هو إلى قرب غياب الشفق فصلى المغرب يعني قبل دخول وقت العشاء ثم انتظر قليلا فأذن للعشاء فصلى العشاء. قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. قال أبو داود ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان ومسدد بنا. قال أبو داود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر اللي هو الصلاة للحاجة الصلاة للحاجة. قال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف أو بسرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مسافرا فغابت الشمس بمكة فجمع بسرف ودي بتبعد عن مكة 21 كيلو تقريبا يعني سرف دي اللي حاطت فيها عائشة وهي قادمة للحج. قال أبو داود حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام ابن سعد قال بينهما 10 أميال يعني بين مكة وسرف 10 أميال يعني 30 كيلو تقريبا 30 كيلو تقريبا. ولكن هي بالضبط كده تقريبا 21 كيلو دي منطقة اللي راح حجز حجاج البر المنطقة اسمها النورية اللي فيها الأوتوبيسات اللي بتحجز بتاعت حجاج البر. الناحية التانية بقى منها دي منطقة سرف ودي تقريبا 21 كيلو من مكة. هو بيقول 10 أميال وبيقول وقد ذكر غيره سرف على 6 أميال من مكة وقيل 7 وقيل 9 هي تتوافق مع 7 لأنها تقريبا 21 كيلو تقريبا. قال أبو داود حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال ربيعة يعني كتب إليه حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل يعني بعد دخول الليل والليل بيدخل بغياب الشفق الأحمر عندما يغيب الشفق الأحمر يكون قد دخل العتمة دخلت العتمة لكن الليل بيدخل بالمغرب. قال أبو داود حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب
قال أخبرني جابر ابن إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناد قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. قال أبو داود حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده. وهذا فيه عدم تكلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمور تؤدى بسلاسة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر قبل الظهر يبقى يؤخر لغاية الإيه؟ لغاية العصر ويصلي جمع تأخير، سافر بعد الظهر يبقى هيصلي الظهر والعصر وبعدين يمشي يبقى جمع إيه؟ تقديم. وكذلك في المغرب إذا سافر قبل المغرب هيصلي هيؤخر المغرب إلى العشاء ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وإذا مشى بعد المغرب يبقى يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم ثم يرتحل صلى الله عليه وسلم. هنقف عند باب قصر قراءة الصلاة في السفر، قصر قراءة الصلاة في السفر، نبدأ بها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.